من هو جوزي مورينيو؟ هو جوزي ماريو دو سانتوس مورينيو فيليكس، من مواليد 26 يناير جونفي 1963. هو مدرب كرة قدم برتغالي محترف ولاعب سابق، يعمل حاليا مدربا لنادي توتنهام هوتسبير، وكان مؤخرا مدربا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. كمدرب فاز مورينيو ب25 لقبا، مما يجعله واحد من أنجح المدربين في كل العصور. فاز مورينيو بأربعة ألقاب للدوري المحلي على التوالي، 2 مع بورتو و2 مع تشيلسي، و3 ألقاب مع إنتر ميلان، وأيضا بكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو لسنتين متتاليتين في 2003 و2004، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان في موسم 2009-2010. وحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، كما حصل على لقب مدرب الموسم 3 مرات مع نادي تشيلسي. والده جوزي مانويل مورينيو فيليكس كان حارس مرمى لفريق بيلينينسيتش وفيتوريا سيتوبال. لقب مورينيو بلقب السبيشال وان، أو الفريد من نوعه، وذلك لأنه قاد نادي بورتو ليكون من بين كبار أندية أوروبا وليفوز بدوري أبطال أوروبا، ثم انتقل إلى نادي تشيلسي اللندني وحصل معهم على بطولتين دوري متتاليتين بعد 50 سنة بدون بطولات لنادي تشيلسي. ويشتهر مورينيو بأسلوبه الساخر في التعامل مع وسائل الإعلام، وكذلك بتصريحاته النارية وحروبه الدائمة مع مدربي الفرق الأخرى، فكان يخلق معجبين وأعداء في كل مكان يذهب إليه، ويعتبر من المدربين القلائل الذين لم يمارسوا كرة القدم كلاعبين محترفين، إذ كان يعمل مساعد مدرب في فريق برشلونة قبل اتجاهه للتدريب. من الجدير بالذكر أن مورينيو دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدم الخسارة على أرضه وبين جماهيره من عام 2002 حتى 2 أفريل 2011، عندما خسر ريال مدريد من سبورتينغ خيخون 1-0. تمت إقالته من تدريب تشيلسي في منتصف موسم 2015 إلى 2016 بسبب سوء الأداء، بعد أن خسر 9 مباريات من أصل 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز. في سبتمبر 2000 انتقل مورينيو من منصبه كمساعد المدير الفني في بنفيكا ليحل محل المدرب يوب هانكس بعد الأسبوع الرابع من الدوري البرتغالي الممتاز لسنة 2000. وجد مورينيو وظيفة إدارية جديدة في يوليو 2001 مع أونياوليريا. وجد نجاحات مورينيو في ليريا لفتت انتباه الأندية الكبيرة البرتغالية له. تم اختيار مورينيو من قبل بوليبورتو ليحل محل أوكتافيو ماتشادو في 23 جونفي 2002. في هذا الوقت احتل بورتو المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، خلف سبورتينغ لشبونة وبوافيشتا وأونياوليريا وبنفيكا، وتم إقصاؤه من كأس البرتغال، وكان في المركز الأخير من مجموعته في دوري أبطال أوروبا. قاد مورينيو الفريق إلى المركز الثالث في ذلك العام بعد سلسلة من 15 مباراة قوية، من ضمنها 11 انتصار، وأعطى وعد بأن يجعل بورتو بطلا في العام المقبل. انتقل بعدها إلى تشيلسي في 2 يونيو 2004، ثم إنتر ميلان، فريال مدريد، وبعدها عاد إلى تشيلسي. وفي 27 من ماي 2016 وقع مورينيو عقدا لمدة 3 سنوات مع مانشستر يونايتد، مع خيار البقاء في النادي حتى 2020 على الأقل.